اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذا صباح مستمر معكم على شاشه النيل للاخبار، وهنتحول معكم الى موضوع وحدث استولى على اهتمام وسائل الاعلام المصريه والمحليه في الساعات الماضيه، وهو خاص بالتوجيهات الرئاسيه فيما يتعلق بكبار السن والاهتمام بكل ما يخص هذه الفئه المهمه من المجتمع. ربما في اطار هذه التوجيهات بنرى منظور مختلف للقيادة المصرية في الاهتمام بفئات المسنين. الحقيقة أن السنوات الماضية كان هناك تركيز شديد على فئات الشباب، ويعني الدفع بهؤلاء الشباب إلى أقصى ما يمكن أن نقدمه ليهم كمجتمع، ولكن في التوجيهات الرئاسية الأخيرة بنرى اهتمام بالجانب الآخر من القصة، من أعطوا حياتهم وصحتهم وعقلهم وطاقتهم إلى هذا البلد، فآن الأوان أنه يحاول المجتمع أن يرد لهم ولو جزء من هذا الصنيع في إطار هذه التوجيهات الرئاسية والمصطلح اللي بدأنا نسمع عنه بشكل أوسع في الفترة الأخيرة، وهو القانون الخاص بيهم أو قانون كبار السن. في رقم مهم جدا لابد ان احنا نتوقف عنده، وهو 100 مليون جنيه هتخصص لهذا الغرض، لكن التوجيهات الرئاسية متنوعة ومتشعبة. في البداية وقبل ما نعرف بعض التفاصيل المهمة حول الاهتمام بهذه الفئة، خلوني الحقيقة أرحب بضيفتي الكريمة في استوديو هذا الصباح اليوم، الأستاذة جيهان زكي شاكر، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية برعاية رئيس مجلس الأمناء فضيلة الدكتور علي جمعة. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور، أهلا بيك. نبدأ سريعا بفكرة الاهتمام من رأس الدولة المصرية بفئة كبار السن، إلى أي مدى كان هذا الاهتمام دائما موجود؟ يعني أي دولة وأي قيادة بتهتم بكل فئات الشعب وهذا أمر راسخ، تمام. لكن موقع كبار السن في السنوات الأخيرة زي كشف حساب سريع، تمام. الأول صباح الخير. صباحا. هو مش جديد طبعا على الدولة أن هي تهتم بكل الأولى فئات الأولى بالرعاية، هي عام 2022 ده عام المجتمع المدني والتوجيه لرعاية المحتاجين والأولى بالرعاية، اللي من ضمنهم كبار السن، الأطفال، ذوي الهمم، الأيتام. فيكفي أن أقول لحضرتك أن أول يوم في العام الجديد هو اجتماع في قامة الرئيس مع دكتورة نيفين لصدد اهتمام بقضية كبار السن. كبار السن هم اللي ادونا كل حاجة، هم أهالينا، هم إحنا اللي رايحين، فكان لازم التوجيه سيادته في كبار السن. احنا شفنا الكلام ده الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت فيه اهتمام بكل الفئات، نعم. انما توجيه السنه دي ان احنا نتوجه لكبار السن سواء دوله او منظمات ومؤسسات مجتمع مدني، ده شيء عظيم جدا. هو بيفرحني باللي جاي، بيخليني اشتغل اكتر، لان كاني انا اللي بشتغل لنفسي ما انا رايحه، واولادي نفس الشيء، وده بيبقى شيء مشرف جدا ان الصغيرين والشباب هيشوفوا هما بعد ما هيدوا وبعد ما هيشتغلوا هو ايه اللي ممكن يجنوه من ده. احنا بنتكلم على 100 مليون جنيه، ده بند واحد، ده هيخصص من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، وهذا صندوق مقرر انشاؤه فور اقرار البرلمان لقانون بالزبط. حقوق المسنين. اذا عندنا دلوقتي مسمى اسمه قانون حقوق المسنين. بالتجربة والمعايشة للمجتمع المدني، هل اصلا في شيء عالمي بيقول ايه هي حقوق المسنين؟ طبعا، زي ما في حقوق ذوي الهمم، حقوق الانسان، حقوق الطفل، حقوق اليتيم، في اصلا قانون في الدستور المصري بيكفل حمايه كبار السن المسنين ورعايتهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهذا القانون ساري في الدستور المصري اصلا. كنا نعمل على تفعيله، هو اوريدي مفعل يعني موجود بالفعل، بس تفعيله وتخصيص 100 مليون من صندوق تحيا مصر ده شيء بيدعم ويعزز الوصول للهدف وتحقيق الرؤيه المستقبليه لمصر 2030، فهو اصلا موجود، انما جاري العمل عليه والان جاري الاهتمام بتحقيقه. فطبعا هو موجود، رعايه اجتماعيه، مشاركتهم في الحياه،
تعليم الحرف، المشاريع الصغيرة أو اللي عنده مهن، تدريبهم هم، إنشاء نوادي نهارية ليهم. لما بيكون في حد نقدر ان احنا نوفر له رعاية، دار المسنين، نعم، كل حتى الاماكن في البنوك في المؤسسات بنوفر لهم حتى وسائل التعامل. فده مفعل موجود بالفعل، بس لما بيكون الاهتمام وتخصيص جزء ليه ده بيبقى طبعا شيء رائع. عشان نبقى يعني لا نأخذ الجانب الإيجابي فقط، لابد ان احنا نذكر ايضا انه بالعقل الناقد المباشر جدا، المجتمع المصري مجتمع بطبيعته وتركيبته السكانية هو مجتمع شاب، نسبة أو فئات الأطفال والشباب هي كبيرة في المجتمع المصري، بعكس مثلا المجتمعات الأوروبية على سبيل المثال اللي بتكون فيه المسألة معكوسة، نسب المسنين هي أكتر. اللي بنشوفه في العالم بين قوسين الغربي أو العالم الأكثر تقدما، انه المسن بيكون عنده فرصة كبيرة مع سن التقاعد، لو هنقول ان ده يعني المحطة الاهم في الدخول لهذه الفئة، انه مع سن التقاعد بيكون عندهم الفرصة الحقيقية لثمة استمتاع بالحياة، فرص امتيازات في امور معينة، اعفاءات من امور اخرى وهكذا. ايه اللي ممكن نقدمه في مصر لهذه الفئة؟ لانه مسألة ليست بهذه السهولة. اي مثلا لو قلنا ان احنا سنعفي المسنين في مصر من المواصلات او اجور المواصلات، وده امر تخيلي لكن محتاج ميزانية ضخمة جدا ومحتاج ترتيبات كتيرة جدا، فايه المنتظر من هذا القانون لمزيد من الدعم لفئة كبار السن؟ تمام، احنا نقدر نعمل كل ده اذا ابتدينا من دلوقتي، من اول الرعاية الصحية. احنا مش هنقتصر على المواصلات بس، في عندنا رعاية صحية عشان يقدروا يوصلوا للسن ده بصحة جيدة، فنقدر التأمينات المعاشات نقدر نوفر لهم حياة كريمة. احنا دلوقتي الوزارة بتكفل 127 مليون مستفيد من كبار السن للمعاشات، لما النسبة دي تزيد ليهم والاهتمام بالصحة وبالرعاية الصحية وتوفير دخل. في بعض الناس المسنين أنا شفتهم بالفعل في مناطق أولى بالرعاية أصلا، هم عندهم القدرة أنهم يشتغلوا وينتجوا، نزلوا كلموني عايزين ندرب، عايزين نعلم حرف، أصحاب الحرف أصحاب المهن دول لما نوفر لهم مراكز ونوفر لهم كل الوسائل دي هيقدروا يبتدوا من جديد. بالنسبة للمعاشات ليهم، بالنسبة لزيادة الدخل ليهم، هو المعاشات الحكومية مثلا زادت في السنوات الأخيرة أكتر من زيادة، وده في ناس ما عندهمش مثبت، الفئات اللي ما عندهاش بقى، في ناس ما عندهمش معاش فالدولة وفرت ده ليهم، دي الرعاية الصحية. في ناس ما عندهاش معاشات، ما عندهاش اللي هو التأمين صحي، فالدولة وفرت ده بطرق سهلة جدا، إن أنت تقدر تتوجه للوزارة تتوجه للمؤسسة. إحنا كمؤسسة عمل أهلي بيتوجهوا لينا واحنا بندلهم وبنوجههم ان يروحوا فين ويعملوا ايه، وبنقدر كمجتمع مدني ان احنا نشتغل معاهم. احنا عندنا لصناع الجلود، صناع الحرف اليدوية، الخزف، الخياطة، كل دول بنلاقيهم وبنوجههم يعملوا ايه. وبصراحة الدولة متعاونة معانا جدا، ان احنا ما بنوجه واحد ما عندوش شغل حكومة، ما عندوش تأمين، ما عندوش معاش، هما بيكفلوا ليه ده. فتخصيص 100 مليون جنيه للفئة دي كمان هيفرق معاهم وفي حياتهم وفي اقتصادهم جدا. لابد ان احنا نقف عند مصطلح اخر ذكر في الساعات الاخيرة، ميكانة العمل الاهلي. نعم. ميكانة العمل الاهلي، احنا بنعيش حالة من الرقمنة في كل شيء. أيوة. وحتى يعني كبار السن، طالما احنا بنتكلم عنهم اهالينا من كبار السن، بدأنا نشوف تغير كبير حتى في مستوى او في طريقة قبض مستحقاتهم، كلها دلوقتي بتتم عبر بطاقات بنكية من ماكينات البنوك. ده تطلب حتى شوية وقت وشوية موائمات ان هم يتعودوا على المنظومة الجديدة اللي ممكن ربما بعضهم يرفضها لمجرد التغيير بالفعل عن اللي تعود عليه لسنين طويلة. ازاي نقدر نتعامل مع الفكرة دي عشان نوصل لميكانة العمل الاهلي او فكرة الرقمنة في كل حاجة في حياتنا اللي بتزداد؟ اعتقد البداية هتكون من عندنا احنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا خلاص الدولة بتتوجه للشمول المالي والميكنة وكل هذه الحاجات الممتازة، لابد ان احنا الدور عندنا يبقى فيه توعية.
ويبقى في رفق بيهم، لان لما يكون حد صاحب معاش او حد كبير في السن لازم يبقى في توعيه للي هيتعامل في البنك معاهم، توعيه للافراد. يعني انا عايزه اشتغل على الناحيتين، توعيه للموظف اللي هيتلقى المسن وجاي له، والتوعيه لكبار المسنين ان افهمهم ان انت المعاش او المرتب مش لازم يوصل لك كاش، ده هي ممكن يوصل لك على التليفون، ممكن يوصل لك ده. فلازم نبقى بالراحة عليهم، نبقى هينين لينين معاهم، نفهمهم فيها يستوعبوا. وفي ناس ما شاء الله يعني مطلعين على كل جديد، وفي ناس لأ لسه. فلازم نبقى الرفق ده من خلال التوعية للطرفين، كيفية تعامل الموظف أو اللي هيقضي المهمة، وكيفية توعية كبار السن إن ده لمصلحتك وده ليه مزايا كذا، ولازم يبقى فيه شمول للفكر اللي من ناحيتين. المصطلح اللي كنا بناخده لسنين طويلة حتى من قبيل الدعابة أو الفكاهة، الحياة تبدأ بعد الستين، أو الحياة الحقيقية تبدأ، أو الحياة الأحلى تبدأ بعد الستين. عايز طمن على مستقبلي. لا إن شاء الله. هل بالفعل بتجربتكو المعايشة مع كبار سن من فئات مختلفة ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا، في المناطق الأكثر احتياجا، هل ممكن فعلا نصل بيهم إلى أن حياتهم الأحلى والأجمل والأروق واللي فيها تحقق أكتر تكون بعد الستين، ولا ده لسه هدف بعيد؟ لا لا لا، مش هدف بعيد، هقولك بواقعية وحاجة أنا عايشاها. إحنا عملنا كمؤسسة صدقية الخدمات الثقافية والاجتماعية اللي شرفت بالخدمة فيها، يعني أنا بشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو أتاح لينا فرصة كبيرة ان احنا ناخد مركز، يعني دي تجربه واقعيه حاصله بالفعل شفتها بعيني. تمام. مركز شباب عثمان الاولى بالرعايه. المركز ده ما كانش الفكر هناك ان الناس هتدخله، مين هيلعب مين كان حاجه يعني يرثى لها. لما اتاح لينا ان احنا نشارك ونشتغل مع الناس، عايزه اقول لحضرتك على نشاط واحد من ضمن الانشطه للمؤسسه الحمد لله عملناها بتوجيهات دكتور علي جمعه، طبعا ربنا يبارك في عمره. احنا عاملين ورش تدريب خياطة، تدريب من اجل التشغيل. ما كناش عايزين يقفوا انهم يستنوا المساعدات من الدولة او المساعدات من المؤسسات، عايزينهم هما اللي يشتغلوا ويبقى فيه انتاج. بصينا لقينا سيدات فوق الخمسين سنة جايين عايزين يتعلموا وعايزين ينتجوا، تقول لي يا بنتي انا اقدر ادي، انا كنت بخيط انا عايزة اعلم. جبنا المكن وجبنا السيدات اللي عايزين يتعلموا ويتدربوا، وفعلا انتجوا انتاج مبهر، وكل واحدة فيهم عايزة تشتغل سواء في مصنع أهلناهم. ده تدريب من أجل التشغيل. لقيتها بتقول لي حاجة تانية، أنا نفسي أقرأ وأكتب. قلت لها أنت عايز تعلمي؟ عندك كام سنة؟ قالت لي 54 سنة. إيه متأخر؟ قلت لها ما فيش تأخير على العلم. عملنا فصول محو أمية من الوزارة إن هم بعد ما يخلصوا ويمتحنوا ويبقى معاهم شهادة. بصينا لقينا رجال جايين، طب إحنا نعرف المهن في الجلود، في الخزف، في السباكة. ابتدينا الناس دي نشغلها، هم كانوا حاسين انهم مش موجودين او مهمشين. دي مناطق اولى بالرعايه، دخلنا البقره عندهم، دخلنا جوه، اقدر اقول لك المكان كله مختلف. هم بيستنوا لما بيكون في اجازه او ويك اند، ما بيتصلوا بينا ايه الجديد، ايه اللي جاي، ايه اللي هنعمله. الخياطه وصلنا فيهم لثلاث مراحل، هم اللي بيشجعونا دلوقتي، بينتجوا شنط المدارس لابنائهم ولاولادهم، بيعملوا افكار. يعني لما اتعلموا الخياطه راحت الست الكبيره دي جايبه جارتها وجايه كان عندها حاجه وعملتها زي ريسايكل، عملتها حاجه صغيره. في ابداع، الحياه معاهم ابتدت. واحده بتقول لي انا كنت فاكره ان انا خلاص انا مستنيه الموت وخلاص، انا ما بعملش حاجه في حياتي وبستنى المساعده كل شهر. فالمؤسسات التنمويه ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه بجانب الدوله ودعم فخامه سياده الرئيس وتعاون كل الوزراء، يعني وزير الشباب والرياضه، وزير التعليم، والدكتوره نيفين وزير التضامن الاجتماعي، بصراحه في تكاتف وعمل بهمه عاليه، مفيش اي عقبات بامانه. يعني انا من داخل المكان نفسه اي عقبات بنقابلها بنتواصل معاهم بيحلوها في ثواني. ففعلا هو ده التلاحم وهو ده البازل اللي يقدر يعمل مجتمع سليم. هل يا استاذ جيهان احنا وصلنا لمرحله التشبيك الحقيقي ما بين الجهات والمؤسسات في الدوله علشان يكون عندنا هدف كبير زي رعايه او التخفيف عن المسنين؟ اولى بالرعايه والمسنين. اقدر اقول لحضرتك لان كمان المنظومه الالكترونيه اللي وفرتها وزاره التضامن
هي حاجة رائعة، بدل ما كنا بنخلص الأوراق ونروح ونيجي والحاجات المعقدة اللي بتاخد 60 و90 يوم، لا احنا دلوقتي من مكتبنا في الإداريين يقعدوا يعملوا تصريح جمع التبرعات، إنشاء كذا، توفير مصالح كذا، حتى إقرار الذمة المالية بنبعته، كل الحاجات دي وفرت علينا كتير. التشبيك مش من عندنا بس، ده هم اللي بيمدونا ايد المساعدة، هم اللي قدروا يوصلوا بينا ان احنا بننجز حاجاتنا. لما حضرتك تسهل عليا الامور ما انا هشتغل وهدي اكتر وهنتج. ده اللي تقصده ميكانة العمل الاهلي؟ ده منظومة، دي منظومة، المنظومة بتاعت وزارة التضامن لجعل المؤسسات اكثر فعالية، وان احنا نقدر نستخدم المنظومة. بتقدم 36 خدمة تبع وزارة التضامن الاجتماعي، هي بتسهل علينا وبتسهل على اللي في القرى والأرياف والمحافظات البعيدة، بدل المجي والمرواح والأوراق، ده كله بنقدر ان احنا نعمله من على النظام ده. طيب نرجع تاني مصطلح مكانة العمل الأهلي، احنا ما توغلناش فيه بعمق لسه. المصطلح ده معناه ايه بالظبط؟ مكانة العمل الأهلي طبعا منظومة العمل الأهلي اللي هو البرنامج اللي محطوط اللي بيقدم 36 خدمة. احنا كمؤسسات عمل أهلي تنموي ان احنا بنقدر نخلص كل حاجاتنا وكل اجراءاتنا من على هذه الخدمه مع الجهات الرسميه في الدولة. مع الجهات الرسميه طبعا، يعني هو حلقه الوصل ما بينكم وما بين كل الجهات الرسميه في الدولة اللي لها حق مثلا المساءله او الرقابه او المتابعه بالزبط. مع عملكم بالظبط، واي حاجه بتطلبها بنقدر ان احنا نوصلها عن طريق النظام ده. وحتى بيجي لنا اشراف، بيجي لنا مراقبه، بتبقى زي حاجات عشوائيه، ساعتها بيقولوا لنا نحضر ايه ونجهز ايه، والموضوع بيكون سهل جدا، فده سهل علينا كتير قوي. لسنين طويلة كان المجتمع المدني بيوصم في بعض الأحيان بأشياء معينة، مفيش حوكمة حقيقية في عمله، مفيش تدقيق كبير في أعماله وحتى النقدية منها، كان في كلام كتير على إنه هل احنا بالفعل محتاجين مجتمع مدني يدخل في القضايا الاجتماعية، ولا ندعم الجهات الرسمية في الدولة المنوط بها بالأساس التعامل مع هذه الفئات وهذه القضايا وكفى، أو يعني خلاص يبقى هو دور من أدوار الدولة موجود وبتقوم بيه، لكن نساعد الدولة أكتر ان احنا ندعم الجهات الرسمية وليس المجتمع المدني. لا، اعتقد ان احنا نشتغل على التو سايد. بمعنى ايه؟ ان انا كمجتمع ما ينفعش الدولة اسيب عليها عبء كل حاجة، ما ينفعش. احنا كمجتمع مدني لازم نشتغل، لازم ننزل على ارض الواقع، لازم نشتغل مع الناس دي في المجتمع والفئات الاولى بالرعايه، ولازم ندعم الدوله. يعني مثلا دلوقتي لما بيجوا يقولوا في مناطق اولى بالرعايه، في مثلا دمياط، في شرقيه، في قوافل تبع التحالف الوطني، بيوجهونا ان يا جماعه احنا على حسب الدراسه دي كدوله توجهنا وزاره التضامن، عشان ما يحصلش دبل كيت، ان انا ممكن انزل مكان كان مؤسسات زميله اخرى نزلت فيه، فلازم يوجهونا فيه. فلازم يبقى الشقين، ان انا بشتغل في المجتمع الاهلي ومع المواطنين، وفي نفس الوقت بتواصل مع الدوله بقول لها في مناطق اولى بالرعايه، مش هيبقى هم لوحدهم، لازم تكاتف. احنا نكاد نكون الجيش اللي على الارض بيوجهنا المسار والمنظومة، الموضوع الناصر لأهداف 2030. لازم نشتغل كلنا مجتمع واحد، ما ينفعش أفصل وأقول دي ده على الدولة وده على أنا عايشة في الدولة. احنا في معظم حديثنا عن كبار السن تحديدا بيكون التركيز أكتر على طب صحتهم، طيب نحاول نستفيد من طاقتهم، طيب نديهم مساعدات بشكل منتظم وثابت يعني يساعدهم على تجاوز صعوبات الحياة. تمام. لكن في نقطة قليل ما بنتكلم عنها فيما يتعلق بكبار السن، تنميتهم بشريا أو التنمية البشرية وفكرة مراعاة الجانب النفسي والجانب الاحتياج النفسي الملح، إن أنا أشعر أنا موجود فين، بعمل إيه، يكون عندي هذا الوعي كمسن، يكون عندي هذا الوعي أنا بعمل إيه ودلوقتي وعندي خطة. أنا مش عشان أنا مسن فأنا ما عنديش أكتر من أن أنا بعيش يومي، ممكن أكل وأشرب وأنام كويس ومرتاح ودفيان وآمن وكفى، لا أنا عندي بكرة بفكر أنا هعمل إيه حتى لو كان شيء بسيط. فين ده من أولويات الجهات المجتمع المدني اللي بتعمل على رعاية المسنين أو برامج رعاية المسنين؟ تمام. برضه هقول لحضرتك مش حاجة هنعملها أو بنفكر نعملها، أنا هكلمك على واقع تم عمله بالفعل. في المناطق الأولى بالرعاية اللي بحكي لحضرتك عليها،
احنا ما كانش ينفع ندخل نقول يلا هنشتغل وهنعمل، لازم نشوف المجتمع هيتقبلنا ولا لا، لازم نشوف مين اللي هنشتغل معاه. فبعد احصائيات ودراسات عملنا غرف توعيه وتعديل سلوك، لان كان سلوك كبار السن في المناطق الاولى بالرعايه كان سلوك داخل هتدوني ايه، انا خلاص انا عايز من الدوله هتعمل ايه. حولناهم بعد 3 أسابيع بالظبط، على مدار كل اسبوع 3 مرات او 3 جلسات توعيه، حولناهم ان هم اللي عايزين يشتغلوا، ان هم اللي عايزين يدوا البلد، ان هم لسه عندهم طاقه. وعينا فكرهم، فهمناهم ان انتوا ما كبرتوش، ان انتوا مهمشين، انتوا موجودين، انتوا اللي هتعلموا الاجيال الجايه. كل واحد فيهم في اللي موجود من ست لراجل لشاب بقوا قاعدين مبسوطين. في شاب جاء قال لي وانا ماشيه انا بشكركم، انتوا خليتوا البيت عندي جميل، برجع امي مبسوطه، ابويا مبسوط عشان نازلين ورشه العمل دلوقتي. لا انا ورايا حاجه، انا نازل دلوقتي اعلم الخياطه، انا نازل دلوقتي عندي دوره تفصيل. هم نفسهم لازم يبقى فيه توعيه سلوك للفئه دي، ان احنا معاكم بنساندكم، اللي محتاج رعايه صحيه قدرنا نعملها بنعملها، ما قدرناش بنتوجه للجهات الحكوميه بصراحه بيعاونونا بشكل كبير جدا وبيوفروا لهم كل سبل الراحه، وبتكون الاولويه ليهم، يعني لو في ويتنج ليست، لو في حاجه بتكون الاولويه ليهم وكل الدعم ليهم. على ذكر الصحه، الرعايه الصحيه مساله ملحه جدا للمسنين وكبار السن، خاصه مع الامراض المزمنه وما ذلك، ربنا يديهم جميعا الصحه والعافيه. احنا حاليا في خضم العمل على مراحل قانون التأمين الصحي، يعني احنا عندنا المنظومة اكتملت وبدأت محافظات تدخل في التشغيل الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المنتظر ان الجمهورية كلها تكون مغطاة ضمن هذه المنظومة على المراحل اللي اعلنتها الدولة. لكن السؤال مباشرة، هل كبار السن بحاجة الى شيء منفصل، ربما منفصل متصل مع منظومة التأمين الصحي لكن مخصصة ليهم، متفصلة ليهم بشكل أكتر، أم إن قانون التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا بصدد تطبيقها في كل الجمهورية وتعم على كل الجمهورية بقت كافية وتلبي الاحتياج لكبار السن؟ تمام، هي المنظومة أكيد طالما منظومة صحية طالعة بعد الدراسة يبقى أكيد وعيت تماما مقدار اللي بيعانيه ممكن كبير السن. يعني الشاب ممكن يكون عنده ضغط، بس كبير السن ممكن يكون ربنا يشفيهم ويعافيهم عنده ضغط وسكر وقلب ومعاناة. فالمنظومة طالما هي منظومة شاملة هو في جزء مخصص لكبار السن لتلبية احتياجاتهم الصحية. فأعتقد كمان بعد توفير 100 مليون بقرار فخامة سيادة الرئيس من صندوق تحيا مصر للاهتمام بيهم أكتر، فهيكون التركيز على النقطة دي أكتر. ولو في أي فراغات أو ديفوهات ما اشتملش عليه المنظومة دي، ده هيكملوا ويسددوا لأن هم فعلا في احتياج. نرجع لنقطة البدء، احنا عايزين ايه من المسن، ايه المطلوب، ايه الايديال، او في ربما الادبيات لعملكم كعمل اهلي مهتم بكل فئات المجتمع، لما انا اقول انا عندي حالة نموذجية لشخص مسن مطلوب مني يكون ايه؟ مطلوب يعلمني انا في احتياج للتعليم. مطلوب كبير السن ده مر بمراحل كتير، مر بخبرات سواء في الحياة، أنا مش بتكلم على درجة علمية ولا لا، كفاية مروره بالحياة. أنا بسمع من السيدات والرجال كبار السن هناك كلام هو فعلا صح، أنت درست فين؟ مطلوب إن أنا معاك، علمني وخليني أساعدك، عايزاه يسمعني وعايزة أسمع منه. مطلوب منه أنا كبار السن اللي موجودة، أنا ما أنا رايحة لهم، هبقى عايزة الصغيرين يعملوني إزاي ويقابلوني إزاي، عايزاهم يعلموا. في ناس منهم بيقفوا يعلموا، انا عايزه اقولك بيعلموا سلوكيات، لما شاب يكون قاعد كذا ولا بنت قاعده كذا في اللي بيتعلموا، بتلاقي المسن اللي داخل بيدربهم وبيعلمهم، بيعلمهم اداب الجلوس، بيعلمهم اداب الحوار، ما ينفعش تعمل كده، تعمل كده، هم بيعلموا. عايزه اقول لكبار المسنين ان احنا معاكم، احنا في خدمتكم، انتوا ياما خدمتوا مصر، ما سابتكوش، انتوا موجودين، سواء الفئات الاولى بالرعايه او اهالينا او اي، على كل المستويات مصر ما بتفرقش، بس الاهتمام دايما مصر بتاخد بايد اللي محتاج، الاولى بالرعايه وبعدها الباقه كلها او المجموعه كلها. انا بشكر سكيات رايز جدا وبشكر اهتمامه بكل الفئات الاولى بالرعايه وخاصة كبار المسنين اللي احنا رايحين لهم ان شاء الله. ربنا يديهم جميعا الصحة والعافية ونقدر نوصل
بيهم، لان زي ما حضرتك ذكرتي احنا القادمين أيوة. في هذا الاطار ان شاء الله، فنكون اكيد مع تجربه مترسخه وتجربه جيده وفعاله، اكيد هتكون الوضع افضل. وده امان كمان للشباب لما يشوفوا احنا بنعمل ايه للكبار وبيساعدونا في ده، هيبقوا فرحانين لان المستقبل جميل ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. الاستاذه جيهان شاكر المدير التنفيذي لمؤسسه الصديقيه برعايه رئيس مجلس الامناء فضيله الدكتور علي جمعه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. الحديث مستمر مع حضراتكم والى موضوع اخر وزميلي احمد فؤاد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.